كلها فيها نغم شجن. بقى خبرني انه هني اهل زحله واهل كمان اصوات ستنا الله معي. اهلا انا عم بحكيك من زحله، دار معلمين زحله، مع المدربه بسميها دكتور كميل فراشي، فراشة التدريب، الدكتور انجا. يا مسز الهام اشتقنا لك كثير. حبيت وانا مستقبل كثير والله يا انجا. حابين ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. ان شاء الله. ستنا المديرين عندنا جروب هون من كم شخص عندي؟ 20 مدير سنوية، وهن بغيت الشوق لانه يتسمعوا عليك، وبعدين في بعدين مدير مدرسة متوسطة كبيرة الاستاذ احمد لح يحكي لنا، احمد عوادة لح يحكي لنا عن المجال الرابع. كلنا سمع لك مقدمه لل شكرا شكرا دكتور نبيل. تفضل. دائما في التقديم يعني. الله يخليك. انا بدي اوجه تحيه لزملاء المديرين وبدي اشكرهم بنفس الوقت يعني مع انه بالعطله الصيفيه، وحقيقه هيدا اكبر دليل على انه قديش عندهم محبه للتطوير وقديش عندهم إيمان بأنه التربية هي أساس لتقديم البلد ولتطويره ولحقيقة أنه نكون ماشيين بخط علمي منهجي. وبتصور مشاركتهم بالتقييم الذاتي للمديرين وبناء هذا النموذج قد ايه هي مهمة، لأنه نادر عن الأرض، أرض العمل اللي هن عم يعيشوها وبيعرفوا معوقاتها وبيعرفوا بالحقيقة شو هي الأسباب اللي المفروض تكون داعمة لهم. يعطيهم ألف عافية وان شاء الله بنلتقى فيهم وقت اللي بدنا نحتفل بنهايه البرنامج لنوجه لهم الشكر قدام كل المسؤولين على كل الجهود اللي عم يبذلوها. ف وبعد طبعا تحيتي لك ولدكتور كميل ولدكتور انشا، وبدي اقول لهم انه هن جوهر التربيه وهن جوهر التطوير ان شاء الله. ونحن كمان بستنا بضيافه مدام دلوما مديره دار المعلمين زحله. يا هلا يا هلا فيك، يعطيها ألف عافية كمان لمواكبتها لهالتدريب كله والانضباط والمتابعة، ألف شكر لجهودها لمديرة الدار، يا هلا فيها. نحن لكن مستعدين الله كلنا نتسمع شرح الأستاذ أحمد وضع مدير متوسط البيري يلي هي البيري وين؟ راشية. نعم. أهلا فيك. أهلا فيك. نحن رح نشتغل بالمجال الرابع، تطوير الذات والأفراد وفرق العمل بالمعيار. بالمعيار الثاني وبالمؤشر الثاني، يعني 4-2-2. لو سمحنا بس نفتح على المؤشر 4-2-2. أي صفحة؟ 41. لو سمحنا صفحة 41 المؤشر 4-2-2. فإذا نحن بالمجال الرابع بالمعيار الثاني بالمؤشر الثاني. أستاذ رفيق بس فيك تقرأ لنا المؤشر وبتقول لنا شو المكونات الأساسية. أنا أقرأ أنا مشان الصراحة. أوكي. تقدم للمعلمين تغذية راجعة تكوينية واضحة بالاستناد إلى مصادر متعددة من المعطيات بغية تطوير خبراتهم التعليمية. طيب أستاذ أحمد، شو هي المكونات الأساسية لهذا المؤشر اللي الدلائل هي ترتبط فيهم؟ صحيح، أنا قلت أنه يضع المدير خطة تطوير للمعلمين مبنية على استمارات حضور الإشراف التربوي اللي هو الإشراف العيادي Clinical Supervision، اللي هو بيتضمن اجتماع بالأول مع الأستاذ اللي بده تنحضر عنده والاتفاق معه على شرح درس معين، بعدين بيتفقوا على الوقت، بحددوا الوقت، بيحضر المدير عند الأستاذ الوقت بدون ما يتدخل بالشرح، بدون بس بيسجل الملاحظات اللي عنده، وبس يخلص هالدرس بيتفق معه على اجتماع تاني بيحدد استمارة وبناقش هو وياه هون بالتغذية الراجعة، بعملية تغذية راجعة تكوينية، بيحطوا سوا الملاحظات
شو كان في بهالدرس وين كان فينا نكون احسن يعني. ف هاودي بدهم استمارات، بدو استمارة بالأول ليعد ال يتفقوا على موعد حضور الدرس. الشغلة الثانية بده يكون في عنده استمارة محضرة موجودة عندنا بالمدرسة اسمها استمارة حضور درس، مثل ما قلنا اسمها الإشراف العيادي. وبعد منا كمان بياخذوا الملاحظات وبيرجع بيعمل اجتماع بوقت ثاني بيحدد هو والأستاذ موعد ثاني لحتى يناقشوا شو صار بهالدرس، وبناء عليه بيعملوا تغذية راجعة تكوينية بتبني مبنى عليها كيف بنقدر نطور حالنا، نطور أساليبنا كأستاذ، كأنه من تعلم نشاط إلى آخره. فإذا الأهم بهودي كلهم أنه يكون في عنا عدة استمارات لهالخطة هاي. غير المستند، اذا بدك تقدم مستند يدعم الدليل اللي كتبت يعني الاستمارات الموجودين بما فين يكونوا بملف الاستاذ اذا بدك، بيكون سجل مراقبه العمل المدرسي، بيكون دفتر التحضير تبع الاستاذ. في عندنا عده مستندات ممكن تكون بيننا، ممكن نصورهم، ممكن نجيب عن المسرح وكونوا واضحين. شكرا لك استاذ احمد. شكرا استاذ احمد. مدام الهام عندك شيء تحبي تسمعي تعليق بعض الاساتذه؟ لا بس اذا بتريد خليني بس اعمل تعليق شوي. اول شيء بدي اشكره لاستاذ احمد على الادله اللي عم يفتش عليها، اللي عم يقول بس حضور الدرس ما فيش يكون الملصق مثلا للماده. ممكن يكون المنسق، ممكن يكون بالاشتراك مع المنسق، ممكن يكون المدير لحاله، بس الافضل اذا كمان بيكون بحضور المنسق لانه المنسق عم بيتابع اكثر تربويا مع المدرس. نعم لانه يعني في خصوصيه الماده. صحيح 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 صحيح. وشكرا عن جد، شكرا لانه هذا بيصب العمليه التربويه وهذا كثير بيساعد. شكرا لك، شكرا لك، الله يعافيك. شكرا 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 لك، شكرا لك. بتحبي تسمعي اراء حدا من المديرين؟ اذا حدا بحب يعطي اي راي مين بيريد؟ راي بالدوره، راي بالمشروع بعد التقييم. ايه مش بالمشروع، بالدوره. انا بدي تفضلي عارفه بنفسي. مدام الهام بونجور، معك مدام زفير غطاس. اكيد نحن قلنا على تواصل معك من فتره قديمه من 2006 ومبسوطين انه نتواصل. ممكن تعيد الاسم اذا بتريد. جوزيفين غطاش، جوزيفين غطاش. اهلا استاذ جوزيفين، انت اكيد صديقه قديمه وزميله متميزه والله يوفقك. شكرا. نحن مبسوطين انه نتابع الاي دي بي 2 معكم، لانه بالاي دي بي 1 مثل ما بتعرفي استفدنا كثير، ونحن من المدراء اللي عم نشتغل وبدنا نضل نشتغل، وهيدي متابعه للدوره الاولى مبسوطين فيها، وفيها اشياء كتير جديده عم نتعلمها ونرجع نطبقها بمدرسنا، ومشكورين على الجهد اللي عم تقوموا فيه مثل العاده ست الهام. التواصل معك كتير حلو. ميرسي لك جوزيفين، الشكر لكم الحقيقه من كل التعب والتحديات والاجواء الامنيه والاقتصاديه والنفسيه كلها، وبعد الحقيقه عم تعطونا الرغبه بالاستمرار وبالبناء، البناء الجدي للتربيه اللي هي اساس حياه الوطن، وانتم رموز عم تحال فيها وترفعوا راس التربيه، ومواطنين حقيقيين تستحقوا كل التقدير. ميرسي كثير لكم حقيقه، ميرسي لكل المشاركين ولكل الجهود اللي عم تعملوها، والله يقويكم ويخليكم بصحتكم. كمان حضرة المدير تعرفنا بنفسك. أنا رفيق أبو غوش، مدير ثانوية كوكبة رشايا لبعة. يعني هلأ نحن صرنا من أهل البيت وشريطنا مجروحة بالدكاترة وبالمدربة، فعلا نحن استفدنا بشكل كتير كبير، وأعادتنا هيدي الدورة ثقتنا بالتربية بلبنان. وإذا كان هيدا الأمر عم ينشغل، وإن شاء الله الوزارة كمان تكون على السمع، تقدر تعملنا تغذية راجعة وتقدر تعملنا هالمعطيات الموجودة عنا تقدر تحللنا إياها. بس نحن استفدنا كتير من هيدي الدورة، ونتمنى كمان تكون دورات مستمرة، و
يعني شكر خاص للدكاترة الدكتور نبيل والدكتور كميل، وشكر كمان للدكتورة أنجلي اللي قامت بجهد كتير كتير متميز واستفدنا من خلاله، وألف شكر لألكم يعطيكم العافية. الشكر هو لألكم أنتم الحقيقة، لأنه كلنا نحن صحيح عم نعمل جهود، بس الجهد الأكبر بيبقى من عندكم رغم كل الانتمائكم في المدرسة والتلاميذ والعام الدراسي والامتحانات، وقدرتوا كمان تاخذوا على محمل الجد هذا المشروع. وشكرا لهالملاحظات القيمة الحقيقة اللي بتدل على بعد نظر وعمق في التربية من قبلكم، وتأثيركم لهذا المشروع بالذات يعني البرنامج بالذات بتدل على أنه حقيقة نحن فخورين فيكم، وإن شاء الله بكرة بتقاريرنا على الملاحظات كلها لازم تتدون، ولازم ينعرف إنه لبنان بشوف حاله بمدراء التعليم الرسمي اللي هم من أمثالكم. يعطيكم ألف عافية وموفقين دائما. في ضيف شغلي بس بدي أضيف شغلي دكتور إنجل. مسز إلهام كيفك؟ سألنالك. أنا بس بدي أحب أحكي على مدام دالوما. حقيقة إذا بقلك جيت معظم المديرين مبلغين، معظم المديرين معهم الكتيبات، يعني وصلتهم الكتيبات، وهي شغلة نجحت العمل بتدريب بزحلة. بعدين كان كمان الضيف مميز وصورونا مستندات، يعني كل هالعمليات التنظيمية أسهمت أو ساهمت بإنجاح هذه الدورة التدريبية بزحلة. وأنا جدا سعيدة بالمديرين والمديرات بزحلة لأنهم كانوا على مستوى عال من التفاعل والتعاون، والحمد لله. يعني بس كثير دكتور انت حقيقه انا بشكرك على هاللفت الحلوه، لانه هيدي الجهود اللي حكيتي عنها بتتقدر. شكرا لمدام دالوما. اهلا وسهلا دكتور، اهلا وسهلا فيك. فعلا يعني اكثر مدراء البيوت لعبوا دور كثير ايجابي، ساهم فعلا بانه تنظيم امور التدريب واحاطه الفريق المديرين معلومات الكافية واللازمة لإنجاح عملية التدريب. على كل حال ما ننسى أننا زملائنا مديرين تكون هم كمان فريق تربوي الدف بمؤسسة كثير مهمة، وهم لهم تعامل في تطوير التربية، فكلنا بخدمة الوطن وبخدمة أجيالنا. مشكورين جميعا ويعطيكم ألف عافية. ثانك يو لإلي، ثانك يو لإلي كلك ذوق. خلينا اياك يا مدام نعم، يعطيك الف عافيه. الله معك، الله معك، باي باي.